ضياع فكرة النضال أولا وغيبة النخب في الساحة الوطنية مما يترك البعض يتكلم في سعر البطاطا وسعر اللحم وسعر هلم المجر. نعم شكرا أستاذ موغل. ما تعليقك أستاذ ناصر نقطة هذه تحديدا؟ هي قضية النخب قضية الكفاءات. أنا يظهر لي يظهر أن كفاءات موجودة والنخب موجودة، ولكن الشيء اللي نلاحظوه أن في غياب المعارضة في الجزائر، المعارضة لأن حتى كل الأحزاب اللي كانوا يتكلموا عليها هي أحزاب موالات، أحزاب ديكور، أحزاب ديكور، ما فيش حزب معارض. ولازم المعارضة باش نبنيو دولة جزائر، دولة المعارضة. حتى الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلق الشيطان، لازم فيه معارضة، فيه التناقض لننشئ الحراك هذا اللي يدي بنا التطور. هذا الغياب الكفاءات موجودة ولكنها مهمشة، فيها تهميش أو هاجرت. نقدر إذا كان أعطينا المجال للمعارضة الحقيقية، اعترفنا بالمعارضة، نقدر نكون هذه النخبة اللي غايبة في الوقت الحاضر على الساحة السياسية. نعم شكرا. حتى المعارضة مش المعارضة. خاطرك تماما، غير أن إذا تكلمنا عن المعارضة ليست المعارضة المؤسسة في أسس سياسية في أحزاب سياسية. أنا معارض، أنا أعتبر نفسي معارض، ولكن أنا معارض كمثقف حر. حرية الانتمي لأي حزب، حرية الرأي. نعم من باب حرية الرأي، وأطالب بكافة الحريات لنفسي وأنا أخذ مسؤوليتي، ولكن أطالب كذلك بكافة الحريات للشعب الجزائري العموم وللوطن الجزائري. نعم أستاذ، شكرا أستاذ موغل. أستاذ بن شهيدة، يعني إذا كان هذا هو واقع الحال كما ذكر الأستاذ نواصر والأستاذ موغل، فهل النخب السياسية الحزبية عموما تحمل المقومات الضرورية أفكارا وقيما لهندسة مشروع هوية وطنية قائمة على ثقافة المواطنة كما ذكرتم منذ حين، مواطنة تكون واعية حداثية ومتأصلة؟ نتمنوا، لان هذا سافي بيو كما قال الفرنسي. نتمنوا، لان استاذ قال الكلمه هو نهار اللي الحزب ولا اباري لي جون سون دوني دي كادر جيستيوناري سي بلو دي بوليتيك. ونتفكر كنت شويه صغير في ذاك الوقت، كان نائب محافظ تاع الحزب وكل الناس دخلت المدن ولاهي في الامور ديالها، وهو كان يدير الكروسه القديمه ويطلع في الجبل. وسالته قلت له الناس راهي في المدينة، وانت قال لي جي سوي توجور كوميسار بوليتيك كوميسار. فهمت من الشهر للشهر للشهر يدخل عيان العشية للبيت، ولكن سي سا لو رول كون اتون دان دان بوان دان ليبار، سي لو ميليتانتيزم بيان سور، سي ليبار لا كورس لو بوفوار بوكوا فا سي بور.